منذ إقرار ميثاق العمل الوطني دشنت مملكة البحرين مرحلة جديدة من الإصلاحات في عهد جلالة الملك المفدى عبر تطوير الحياة السياسية ودعم الديمقراطية المستقرة والفاعلة. مملكة البحرين ما زالت تؤكد أن الأولوية القصوى هي المضي قدما في نهج الإصلاح من خلال دعم التطور الديمقراطي المستقر والحقيقي وتعزيز دور المؤسسات الدستورية في البلاد. مشروع أوقده جلالة الملك المفدى حفظه الله، فأتت الإرادة الشعبية إليه خاطفة أنظار العالم بنسبتها العالية، فضوى نبراس المشروع وأضوى على البحرين ولا يزال هذا الشعب الذي اختار ميلاد الميثاق يوما وطنيا ليحتفي به كل عام. وتحت اسم هذه الوثيقة، وثيقة العهد والولاء، اعتاد البحرينيون في ذكراها التفنن بهوى البحرين، ولعل العرضة البحرينية أبلغ صورة لتعبر عن المشاعر الوطنية في هذا اليوم. يوم جميل، يعني عزيز على قلوبنا جميعا، يوم نعتبره يوم مستقبل الوطن، دائما يكون في ذكرانا في أي مناسبة إن شاء الله. طبعا هذا اليوم يوم مبارك على الجميع، يوم الميثاق الوطني، وفرحة الناس ما شاء الله، والناس احتفالات عندهم في كل مكان، في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل ما شاء الله في كل منتزه عندهم احتفالات وبهذا اليوم المبارك. وإن شاء الله الله يعم علينا الأفراح والمسرات على بلدنا الكريم والعظيم. إن شاء الله أيام أفراحنا متتالية، وأفراح إن شاء الله وسعادة وخير وبركة إن شاء الله. هي مناسبة يرى البحرينيون بأنها جديرة بالاحتفال والتخليد، فهي تعيد لأذهانهم كلمة نعم التي صوتوا بها وصارت لهم سراجا أنار لهم طريق النهضة والتقدم، وها هي في كل عام تحتفل به وهي في زهو وفخر بما تحقق من إنجازات كان مصدرها ميثاق العمل الوطني. بسام البدوي، المركز الأخبار، تلفزيون البحرين.